طيب، هيئة سكك الحديدية، هناك أخبار تشير إلى أنه من الممكن أن يوقعوا غرامة مالية على هذا الأب، فما تعليقك؟ طبعا أمر مرفوض جدا ومستهجن. الأب حينما حاول إنقاذ ابنته فهو حاول أن ينقذ فلذة كبده، وهي في الأول والآخر إنسانة وبشر وروح، على الأب وغير الأب إنقاذها إذا تيسر ذلك. وما فعله الرجل الحمد لله خرج بنتيجة سليمة وخرج بسلامة هو وابنته، وبالتالي يعني وجب على الهيئة أن ترى كيف تطور يعني وسيلة انتقاء المواطنين من رصيف إلى آخر دونما تعريض أنفسهم للخطر ودونما تعريض أرواحهم للخطر، بدلا من التركيز على معاقبة مواطن والتركيز على المواطن والمخطئ في كل مرة، وأن المواطن يعني يرتكب سلوكيات غير محببة في كل مرة. السياق الذي ارتكبت فيه هذا الأمر هو سياق مقبول جدا في مصر ومعروف، وربما نزل المحطة نفسه حينما يريد أن يعبر من رصيف إلى رصيف، يعني يمر بنفس الطريقة التي مر بها الرجل وابنته.